الحشرة القرمزية تعود من جديد وتتلف محاصيلا زراعية بسيدي بن نور. عادت الحشرة القرمزية من جديد لتتلف المحاصيل الزراعية لنبات التيم الشوكي في منطقة سيدي بن نور. ووفق المعطيات المتوفرة لدى مصادرنا، فإنه مباشرة بعد ارتفاع حرارة الصيف أتلفت الحشرة القرمزية حقول الصبار في أكثر من 10 مداشير، مسببة خسارة فادحة للفلاحين. وتشن جحافل الحشرة القرمزية غارات على النباتات الصبار، إذ تستوطن الإناث منها نبات الصبار، بينما تفرز الذكور أجنحة وتطير في اتجاهات مختلفة.